من يحفظ هذه القصيدة سوف أعطيه جائزة. فنسير فننطلق فرحا. وهذه القصيدة لا زلت أذكرها عندما كنت صغيرا، ونأتي إليه نرددها بينه أمامه، وهي بعنوان نومة الراعي. ويقول مطلعها: في مرغد طافت به الأحلام مشرقة الصور، للنوم قد أسلمت رأسك مطمئنا للغدر، سالج الشعاع على جبينك وانحدر، أغنامك المرحات تقفز في الروابي والحفر، كم وقعت أقدامها في الأرض أنغام المطر. بدأ الشاعر دراسته بخلوة الشيخ محمد نور إبراهيم التي توجد حتى الآن بالحلفاية، فكان الشاعر منذ صغره مولعا بالاختراعات المميزة. درس الشاعر بمدرسة حلفاية الملوك الأولية في العام 1930 للميلاد، بعدها انتقل إلى مدرسة بخت الرضا عام 1936 للميلاد، حيث كانت بخت الرضا تمثل مقصد النور لكل من أتاحت له الظروف اجتياز تعليمه الأولي بتفوق، فقد كان يختار لها النابغون أوائل الدفعة. أول ما عرف جماع شاعرا كان في معهد بخت الرضا، ولم يتعدى آنذاك 12 سنة حينها اشترك في أعياد بخت الرضا وأنشد شعره، وأتى بفكرة رائعة هي ربيع القرية وهي أعيادها. فقد كان رساما وفنانا نحاتا ومخترعا، فيعني أنا أتذكر وأنا صغير إنه كان يعمل لنا نظام بتاع اتصالات حتى يعني داخلي في المنزل، و كثيرا ما كان يعلمنا الرسم والأشياء الجميلة. فأتذكر أيضا أنه رسم الصورة الظاهرة في ديوان شعره، وكذلك بعض الأعمال الفنية كانت موجودة في المنزل، وحتى أنه كان محبا للزراعة والأشياء الجميلة والزهور، وقد يعني زرع حديقة صغيرة كده بالمنزل في ذلك الوقت. ف يعني هذه الأشياء الجميلة خلقت منه الحس المرهف الذي ظهر في شعره. بدأ نبوغ جماع الشعر في بخت الرضا بصورة ملفتة للنظر، حتى أصبح محل احترام معلميه، فتعهده بالرعاية والإرشاد والتوجيه. كما عرف عن الشاعر بأنه مرهف الحس، سريع في نظم الشعر، بارع في صياغته، كما كان كثير التأمل في الجمال. وكان جماع غيثارة تنشد لحن الطبيعة، كما كان عاشقا للطبيعة وسحرها، محبا للنيل، يذهب يوميا إلى النيل عن طريق واحد لا يغيره أبدا، حيث يقضي الساعات الطوال متأملا جماله وروعته وانسياب مياهه والخضرة التي تحف به من كل جانب. في الحديث عن الشاعر إدريس جماع الذي هو خالي شقيق الوالدة وابن خالة أبي، وهو أعز من الخال، فاللسان يعجز أحيانا يعني عندما أتحدث عنه، فهو غيمة وغامة ولا يحتاج إلى حديث منا، فالكل يعرفه بدليل تصفحي للأنترنت والويب سايت للشباب، فأجد يعني الكثير يتحدث عن إدريس بكل الحب وكل
الشاعرية والإحساس، فهو شاعر ليس لجيله وحده، وإنما لأجيال أتت وسوف تأتي من بعد، فهو لكل المستقبل. تحدث عن كل الأشياء، حرية، عن الحب، عن الجمال، عن الشعر. ففي واحد من الشباب في الويب سايت بتاعه اسمه محمد عبد الله عبد الواحد كتب: بين يدي إدريس جماع، نكتس جبينك لا تحفل إزالامه، أنت الحزين ولا تنسيك أعوامه، ينسى جميل ولا تنسى أحبتنا، إنا شغفنا بحب يومه عامه، حتى شعورك نكس حين تذكرهم، إن المشاعر لو أخلصت أجسامه تمشي بغربك تحنو ربما جلست مثل الأحبة أو غامت كما غامه، لست الوحيد الذي بالبعد يعلمهم، كل الذين غضوا بالحب علامه، إن المحبة تسليم لعاطفة بين الغلوب وحب الله إسلامه، كل الهدات بحب الله محتصم، إمام صدق وغديس وحاخام، إدريس فخرك أن الشعر تعرفه، كل الأنام وعند الكل أغلام، زهر القصائد بين الشوك تغرسه، أنت السماء وأهل الشعر أجرام. كحلاوي يقول: حقا إدريس جماع الشاعر المبدع، شاعر الحب والجمال، بنى قلاعا من الجمال الموشح بالشجون والأحزان، ومضى تاركا إرثه ليكون أملا في وجود اليأس، وفرحا مع الأحزان الكبيرة، وبغايا رحيق مع أكوام المرارة. وقالت أيضا واحدة: قال شاعر جماع شاعر مبدع، شاعر الجمال تشتم في أشعاره روائح الجمال الموشح بالشجن والحزن، يحرضك تحريضا على تلمس الأمل في وجود اليأس والفرح في وجود الحزن وإن عظمه. ألا رحم الله الشاعر الكبير المبدع المرهف إدريس جماع، لو لم يقل قالت غير هذا البيت من الشعر لكفاه: أنت السماء ودت لنا واستحصمت بالبعد عنا. التحق جماع بمعهد بخت الرضا، نال الليسانس في اللغة العربية من دار العلوم بمصر، ودبلوم التربية في العام 1952 للميلاد، وعمل في التعليم. فمن المعروف أن معظم شعر جماع مما حفظه ديوانه لحظات باقية يدور حول الوطن والفداء ومشاكل الناس ورسالة الإنسان والعادات وغيرها. نظم جماع الشعر في كل أغراضه من وصف وغزل وحماس وهجاء ورثاء ومدح وغيرها من أغراض الشعر. ولكن ما يستدعى الانتباه في شعر جماع نزعته الإنسانية التي صبغت شعره ولونته حتى أصبحت سمته الغالبة. إدريس شاعر مرهف له إحساس عالي بالجمال والحب والإنسانية، تغنى للجمال بكل شفافية وتغنى للإنسانية جمعاء، افتنى شبابه لها وسمى بوجدان عاليا عن دنيا البشر إلى عالم صنع وحده، تجرد فيه عن البغض والكره إلى عالم من نسيج خياله، وجد فيه ما ينشده من الحب والجمال، وقد صور لنا ذلك في كثير من قصائده. أذكر منها على سبيل المثال قصيدته أنت إنسان: أنت إنسان بحق وأنا بين قلبينا من الحب سنة، كل يوم صور عبر الطريق تزحم النفس بها ثم تفيق، ليس ما هزك حسا عابرا إنه في الصدر إحساس عميق، هو إنسانية قد وصلت كل نفس بك في ربط وثيق.